المناضل البطل شكري بالعيد. قال قال كلمة عبرة ضمن عديد العبر اللي قال هنا في بيتي الشهيد رفيق الرمز شكري بالعيد. قال ناخذ تونس. قال ناخذ تونس. وهذا موقف صحيح. وانا نعرف اللي كل التوانسه النساء والرجال في تونس، الكبار والصغار في تونس، شباب تونس، كل التوانسه، كل المناضلات والمناضلين، الديمقراطيين والديمقراطيات، جميعنا عنا مطلب واحد وعنا طموح واحد، ان ناخذ تونس. باش ناخذ تونس رغم الداء والاعداء.
باش نحكي فيه. غسل من فاتوره، كمان فاتوره.